السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أدرار فيزيك. في الفيديو هذا إن شاء الله غادي نتعرفوا على الدرس الأول من مادة الفيزياء والكيمياء للجذع المشترك العلمي. هذا الدرس هذا غادي نقسمه لجوج ديال الأجزاء. هذا الجزء الأول، لاحقا إن شاء الله غادي نقوم بإضافة الجزء الثاني. إذا العنوان ديال الدرس هو التجاذب الكوني. دونك الفقرة الأولى في الدرس اللي غادي نتعرفوا عليها هي سلم المسافات. دونك اولا صغيره، وحدات قياس المسافات. اذا كما تعرفتوا في المستويات السابقه بان الوحده العالميه ديال قياس المسافه هي المتر. اذا عندنا وحده قياس المسافات في النظام العالمي الوحدات هي المتر، وهذا المتر هذا كان مزوري بالحرف ام. هذا المتر هذا كباقي الوحدات عنده المضاعفات وعنده الاجزاء. دونك المضاعفات بمعنى الوحدات الاخرى اللي اكبر من المتر، والاجزاء يعني اللي اقل من المتر. دونك من بين المضاعفات ديال المتر عندنا الكيلومتر، بحيث ان 1 كيلومتر كتساوي 10 اس 3 متر. هذا 10 اس 3 متر شنو كنقصدوا بها؟ دونك عندنا 10 اس 3 شنو كتعني؟ كما شفتوا في الكتابه العلميه في الرياضيات، 10 اس 3 كتعني 10 في 10 في 10، يعني 3 ديال المرات. اذا 10 10 في 10 في 10 3 ديال المرات، شنو كتساوي لنا؟ كتساوي 1000. كتساوي 1000، أولا بطريقة أخرى غتعقلوا عليها أنتم، كتشوفوا الرقم اللي مكتوب هنا، مكتوب عندي 3، إذا كنعوضها بالأصفار، إذا 3 ديال الأصفار. دونك 1 كيلومتر كتساوي 10 أس 3 متر. ثم المضاعف من المضاعفات الأخرى ديال المتر كاينة الميجا متر، بحيث أن 1 ميجا متر كتساوي 10 أس 6 متر. ثم أخيرا الجيجا متر، بحيث أن 1 جيجا متر كتساوي 10 أس 9 متر. هادو كيشبهوا لكم بالنسبة كيشبهوا لكم الوحدات ديال الواط. دونك إذا تذكرتوا في الكهرباء كنا شفنا الواط، الكيلووات، الميجاوات، الجيجاوات إلى غير ذلك. إذا نفس الشيء. ثم من بعد عندنا أجزاء المتر. أجزاء المتر عندنا المليمتر، بحيث أن 1 مليمتر كتساوي 10 أس ناقص 3 متر. ثم كذلك عندنا الميكرومتر، 1 ميكرومتر الرمز ديالو هو هذا كيساوي 10 أس ناقص 6 متر. ثم أخيرا النانومتر، بحيث أن 1 نانومتر كتساوي 10 أس ناقص 9 متر. دونك 10 أس 3 عطينا بها مثال، دابا 10 أس ناقص 3. دونك 10 أس ناقص 3 ملي كيكون أس سالب، في هذه الحالة شنو كنديرو؟ كنديرو 0 فاصلة. العدد اللي عندي هنا عندي 3، بمعنى غيكون عندي 3 ديال الأرقام من بعد الفاصلة. هاد 3 ديال الأرقام غيكونوا فيها جوج ديال الأصفار، والرقم الثالث شنو اللي كيكون؟ كيكون 1. إذا هذا 10 أس ناقص 3 هي 0 فاصلة جوج ديال الأصفار عاد 1. ثم ممكن ناخذ مثال آخر، مثلا 10 أس ناقص 6. نفس الشيء، 10 أس ناقص 6 كتساوي 0 فاصلة. دائما ملي كيكون أس كنديروا الفاصلة. العدد اللي عندي هنا هو 6، بمعنى 6 ديال الأرقام من بعد الفاصلة. هاد 6 ديال الأرقام 5 فيهم غيكونوا أصفار، إذا 5 ديال الأصفار، والرقم السادس غيكون 1. إذا هذا هو المعنى ديال أس سالب. أنا متأكد بأن هذا الشيء ما عندكمش فيه مشاكل. إذا دابا بعد ما تعرفنا على الوحدات ديال قياس المسافة، الوحدة ديال قياس المسافة عفوا، قلنا بأن الوحدة العالمية هي المتر، ولكن ما كنستعملوش غير المتر، كاينين وحدات اخرى. من بين هذه الوحدات هادو مثلا في علم الفلك نستعمل وحدات اخرى مثل الوحده الفلكيه والسنه الضوئيه. اذا من غير المتر كنستعمل وحدات اخرى، خصوصا في علم الفلك. علاش؟ لان المسافات كتكون كبيره جدا، ما يمكنش نعبر عليها بالمتر او لا بالكيلومتر، لذلك كنعبر عليها بوحدات اخرى اللي كتكون اكبر. فالوحده الفلكيه بالفرنسيه اليونيتي استرونوميك كامزولا بيو ا كتساوي، هذه الوحده تستعمل لقياس المسافات، وهي تساوي المسافة المتوسطة بين الأرض والشمس، وتقدر ب 150 مليون كيلومتر. إذا الوحدة الفلكية هي المسافة اللي ما بين الأرض والشمس، وكتساوينا تقريبا 150 مليون كيلومتر. 150 مليون كيلومتر اللي بغينا نكتبوها كتابة علمية هي 150 في 10 أس 6. إذا واحد يو أ، واحد وحدة فلكية، كتساوينا 150 في 10 أس 6 كيلومتر. إذا هذه الوحدة الفلكية. وكاينه الوحده اخرى اللي كنستعملوا هي السنه الضوئيه. السنه الضوئيه ترجمه لاني لوميير كامزولي ب ال، دونك الحرف ا اني ثم ال لوميير. هاد السنه الضوئيه هي المسافه التي يقطعها الضوء خلال سنه. السنه الضوئيه هي المسافه التي يقطعها الضوء خلال سنه. وكما كتعرفوا فالسرعه ديال الضوء كتساوي 300000 كيلومتر او 3 في 10 اس 8 متر على الثانيه. هاد السنه الضوئيه واحد ال كتساوي لنا 9 في 10 اس 15 كيلومتر، بمعنى غادي نكتب 9 و15 الاصفار من بعد 9. اذا هذه فهي المسافه اللي هي كبيره جدا. اذا هاد الوحده الفلكيه والسنه الضوئيه هادو كنستعملوهم للتعبير عن المسافات بين النجوم الى غير ذلك، يعني بالنسبه للمسافات اللي كتكون كبيره جدا، اختصارا كنستعملوا هاد الوحدتين هادو.
فوالا. اذا بعد ما تعرفنا هنا على الوحدات غنمشيو للفقره الثانيه اللي هي رتبه قدر كميه ما، يعني نتعرفوا على شنو المقصود برتبه قدر. اذا عندنا هنا نعرف رتبه قدر كميه ما بكتابه هذه الكميه على الشكل التالي. رتبه قدر كميه ما يعني كنكتبوها على هذا الشكل، كنكتبوها على الشكل ا في 10 اس ان، ا في 10 اس ان، بحيث كتكون محصوره ما بين 1 و10، يعني هاد ا هذه ممكن تكون 1 ولا 2 ولا 3 حتى 10، عفوا اصغر من 10، يعني كبر اكبر او تساوي 1 واصغر من 10، يعني كتغير ما بين 1 حتى 9. ثم ان عدد صحيح، وهاد ان فهو عدد صحيح يعني كيكون الاس. اذا هذه رتبه قدر كميه ما كنكتبوها على هذا الشكل، يمثل عدد 10 اس ان رتبه قدر لكميه معينه. هاد 10 اس ان هو اللي كنسميوه حنا رتبه قدر ديال واحد الكميه معينه، بحيث ان هاد الرتبه قدر كيفاش كان رتبه قدر كيفاش كنعبروا عليها. هاد رتبه قدر كتكون 10 اس ان الا كان اصغر من 5، ملي كيكون هاد ا هذا اصغر من 5 رتبه قدر في هذه الحاله كتكون 10 اس ان، والا كان ا اكبر من او يساوي 5 رتبه قدر في هذه الحاله كتكون 10 اس ان زائد 1. مثلا ناخذ مثال، ناخذ مثلا شعاع ديال الارض، مثلا مثال ديال شعاع الارض. شعاع الارض فهو كيساوي تقريبا 6.37 في 10 اس 6 متر، هذا الشعاع ديال الارض. اذا هذه كما كتلاحظوا كتبتها على شكل ا، دونك هذه كتعني لينا ا في 10 اس ان. اذا 6.37 هي ا، 10 اس ان شنو هي؟ هي 10 اس 6. اذا شنو قلنا حنا؟ قلنا بان رتبه قدر مقدار معين هي كتكون 10 اس ان الا كانت اصغر من 5، 10 اس ان زائد 1 الا كانت ا اكبر من او تساوي 5. اذا غادي نشوفوا هاد ا هذه ا شنو هي؟ هي 6.37. هاد 6.37 واش صغر من 5 ولا كبر من 5؟ دونك اكبر من 5، وبالتالي رتبه قدر ديال الشعاع ديال الارض شنو غادي تكون؟ غادي تكون 10. اذا رتبه قدر ديال الشعاع ديال الارض غتكون 10 اس ان زائد 1. ان شحال هو؟ هو 6. شنو غنديروا؟ غنزيدوا ليها 1. اذا 10 اس 6، 10 اس 6 زائد 1 شنو اللي غتكون كتساوي؟ غتكون كتساوي 10 اس 7. وبالتالي نقول بان رتبه قدر الشعاع ديال الارض هو 10 اس 7. علاش؟ حيت هاد 6.37 كبر من 5. ناخذ مثال اخر باش نوضحوا اكثر. مثلا غناخذ المسافه بين الارض والقمر. المسافه ما بين الارض والقمر فهي تقريبا كتساوي 3.84 في 10 اس 8 متر. اذا كتلاحظوا حتى هي كتبناها كتابه علميه، يعني ا هذه هاد 3.84 هي ا في 10 اس ان. دونك حنا بغينا نحدوا رتبه قدر شحال هي. اذا كنشوف ا كيساوي 3.84، كيفاش داير؟ صغر من 5 ولا اكبر من 5؟ اصغر من 5، وبالتالي رتبه قدر في هذه الحاله شنو غتكون؟ غتكون 10 اس ان. شنو هي 10 اس ان عندي هنا؟ هي 10 اس 8. اذا رتبه قدر ديال المسافه بين الارض والقمر هي 10 اس 8. كتلاحظوا بانه في هذه الحاله هذا 10 اس 8 ما زدتش ليها واحد. علاش ما زدتش ليها واحد؟ لانها 3.84 صغر من 5. اذا هذا الشيء اللي كديروا. اذا دائما رتبه قدر كتكتبوها على هذا الشكل. كنتمنى ان هذا المثال يكون واضح. غادي نمروا للتمرين التطبيقي باش نزيدوا نوضحوا اكثر. اذا نمروا للتمرين التطبيقي. عندنا اكتب القيم التاليه على شكل كتابه علميه، ثم حدد رتبه قدر كل مقدار. اذا عندنا هنا مجموعه من امثله، ارتفاع جبل تبقال، قطر كريه دم حمراء، وزن شاحنه، سمك ورقه. عندنا القيمه، ثم عندنا كتابه علميه، ثم رتبه قدر. اذا الكتابه العلميه يعني غنكتبوها على شكل ا في 10 اس ان، هذا الشيء اللي كنقصدوا به. اذا ارتفاع جبل تبقال شحال كيساوي لينا؟ كيساوي 4161 متر. الا بغينا نكتبوها كتابه علميه يعني غنكتبوها على شكل ا في 10 اس ان. اذا غناخذوا رقم واحد. شنو هو الرقم اللي عندي هنا؟ غناخذوا 4. دونك الارقام الاخرى اللي بقات شنو غادي نديروا فيها؟ فاصله. اذا 4.161 غنضربوها في 10 اس شحال؟ دونك غادي نشوفوا شحال من رقم كاين من بعد الفصيله. عندي 1 2 3، اذا 3 متر. اذا الكتابه العلميه ديال هاد 4161 متر هي 4 فاصله، هذه فاصله، 161 في 10 اس 3، ولا كنكتفيو غير بجوج ديال الارقام. دونك نفس الشيء. ثم من بعد عندنا رتبه قدر. رتبه قدر يعني غادي نحددوا واش هي 10 اس ان او لا 10 اس ان زائد 1، هذا الشيء اللي كنقصدوا بها. 10 اس ان نقتاش الا كانت ا اصغر من 5، 10 اس ان زائد 1 الا كانت ا اكبر من او تساوي 5. اذا غنشوفوا هذه هي اللي كنعتبروها حنا ا، هذا العدد هذه 4.16 كيفاش داير؟ اصغر من 5. اذا رتبه قدر شنو غادي تكون؟ غتكون 10 اس ان اللي هي 10 اس 3، يعني ما غنزيد ليها والو، غنخليها كما هي.
إذا كنتمنى أن المثال يكون واضح. غنمشيو للمثال الثاني. دونك هنا نفس الشيء، إذا غنمروا لباقي الأمثلة. دونك غادي نمسح غير هذه باش تبان لكم. دونك باش إذا غنكتبوا الكتابة العلمية ديال هادو كاملين، عاد من بعد غادي نرجعوا لرتبة القطر. دونك بالنسبة للقطر ديال كرية الدم حمراء، قلنا أنه كيساوي 0.، عندنا هنا 5 ديال الأصفار عاد 7 متر. إذا باش نكتبوها كتابة علمية شنو غادي نديروا؟ غادي تكون كتساوي لينا 7 في 10 أس ناقص، غنحسبوا شحال من رقم كاين من بعد الفصيلة، عندنا 1 2 3 4 5 6. إذا في 10 أس ناقص 6، إذا هي 7 في 10 أس ناقص 6، 7 هو آخر رقم هو كتبته هنا. هاد ناقص 6 علاش درت ناقص؟ حيت عندي 0 فاصلة. وعلاش درت 6؟ حيت عندي 6 ديال الأرقام من بعد الفصيلة. إلا حسبتوا هاد الأرقام هادو، عندنا 5 ديال الأصفار ثم 7، إذا 6 ديال الأرقام من بعد الفصيلة. نفس الشيء هنا بالنسبة لوزن الشاحنة، عندي 9671 كيلومتر. إذا باش نكتبها كتابة علمية شنو غتكون كتساوي لينا؟ 9.671 في 10. دونك بما أنه عندي 3 ديال الأرقام بعد الفاصلة، إذا غادي تكون 10.3، إذا هي 9.671 في 10.3. علاش درت أس 3؟ حيت من بعد الفاصلة عندي 3 ديال الأرقام. نفس الشيء بالنسبة لسمك الورقة، إذا غادي نشوفوا شحال الأرقام الأخيرة المعبرة هنا، هي 361. ما غاديش ناخذ أنا 361 كاملة، ناخذ غير عدد واحد، حيت حنا شنو قلنا؟ قلنا خصنا نكتبوها على شكل أ في 10 90، يعني يكون رقم واحد. إذا هذا الرقم شنو اللي غيكون؟ غيكون 3. إذا غنديروا 3.61. 3.61 في شحال؟ غادي نشوفوا بشحال زيحنا الفاصلة من هنا حتى هنا، غادي نشوفوا شحال عندنا، 1 2 3 4. إذا هي 3.61 في 10 أس ناقص 4. علاش ناقص 4؟ حيت عندي 0 فاصلة، هذا هو السبب. دابا غنجيو، كنتمنى أن هذه الكتابة العلمية تكون واضحة. غنجيو لرتبة قدر. رتبة قدر هي اللي قلت قبيلة، قلنا أنه إذا كانت أصغر من 5 هي 10 أس إن، إذا كانت أ أكبر من أو تساوي 5 هي 10 أس إن زائد 1. إذا غنشوفوا أ هنا، أ هنا هي 4.16. 4.16 كيفاش دايره؟ صغر من 5. اذا رتبه قدر شنو غتكون؟ 10 اس ان، بمعنى 10 اس 3، يعني 10 اس ان هي هذه. كناخذوا ذاك الكتابه العلميه كنحطوها كما هي. ثم من بعد بالنسبه للقطر كريه الدم حمراء، عندي 7 في 10 اس ناقص 6 متر. هاد 7 كيفاش دايره؟ كبر من 5. اذا رتبه قدر شنو غادي تكون؟ غتكون 10 اس ان زائد 1. اذا غتكون 10 اس ان زائد 1. 10 أس إن زائد 1 بمعنى غادي تكون 10. إذا أس إن هي ناقص 6، هي خليتها كما هي، شنو غادي نديرو؟ غنزيدو ليها 1. إذا ناقص 6 زائد 1 شنو غتكون كتساوي لينا؟ غتكون كتساوي لنا ناقص 5. ناقص 6 وزدتي عليها 1 هي ناقص 5. إذا الكتابة العلمية في هذه الحالة هي 10 أس ناقص 6، هي عفوا رتبة قدر في هذه الحالة هي 10 أس ناقص 5، 10 أس ناقص 5 متر. فوالا، إذا 10 أس ناقص 5 متر. غنمشيو نفس الشيء هنا بالنسبة لوزن الشاحنة. إذا وزن الشاحنة عندي 9.67، هاد 9 كيفاش دايرة بالمقارنة مع 5؟ أكبر من 5. إذا شنو غتكون رتبة قدر؟ إذا غتكون 10، غتكون 10 أس إن، أس إن هي 10 أس 3، وغنزيدو ليها 1، إذا زائد 1. إذا 10 أس 3 زائد 1 شحال هي؟ هي 10 أس 4، هي اللي كتبنا هنا. ثم أخيرا بالنسبة للسمك ديال الورقة، عندي 3.61. دونك عندنا 3.61 في 10 أس ناقص 4، هاد 3 هادي فهي أصغر من 5. إذا الكتابة العلمية غتكون 10 أس إن، 10 أس إن شنو هي؟ هو المقدار هذا، هو 10 أس ناقص 4. إذا رتبة قدر في هذه الحالة هي 10 أس ناقص 4 متر. كنتمنى أن هذا التمرين هذا يكون واضح. إذا غنمروا الفقرة الموالية. الفقرة الموالية هي ما هي الفائدة من معرفة رتبة قدر كمية ما؟ شنو هو الهدف من هذه رتبة قدر؟ إذا الهدف من هذه رتبة قدر تمكن من تحديد موضع مسافة على سلم المسافات، وبالتالي مقارنتها مع مسافات أخرى. إذا الهدف من هذه رتبة قدر هو أنه كيمكننا من تحديد الموضع ديال واحد المقدار معين على سلم المسافات، سلم المسافات من بعد غادي نتعرفوا عليه. ثم كذلك الهدف من هذه رتبة قدر هو مقارنة مسافتين مختلفتين، بحيث نقول أن مسافتين دي واحد ودي جوج، إذا دي واحد ودي جوج شرطة أن دي واحد خاصها تكون كبر من دي جوج، تختلفان بما قيمته إن رتبة قدر إذا كان دي واحد على دي جوج كيساوي 10
اس ان. اذا الا كانوا عندنا واحد جوج ديال المسافات، مثلا عندي واحد المسافه دي واحد والمسافه دي جوج، ملي غندير دي واحد على دي جوج داك الخارج اللي كيخرج ليا مثلا خرجت لي 10 اس 3. فهاد الحاله شنو كنقولوا؟ كنقولوا بان هادو مختلفين بما مقداره 3 ديال رتبه قدر، يعني كنشوفوا داك ان. غناخذوا مثال باش نوضحوا اكثر، ولكن هنا ردوا بالكم باش نديروا هاد دي واحد على دي جوج كيخص دي واحد تكون كبر من دي جوج. ناخذوا مثال، غنمروا المثال. عندنا مثال هنا، اذا كانت رتبه قدر قطر فيروس هي 100 نانومتر ورتبه قدر قطر كرية الدم حمراء هي 7 ميكرومتر، ما قيمة الاختلاف بين هذين البعدين؟ إذن أولا هنا خصنا نحددوا فينا هو دي واحد ودي جوج. دي واحد هي الأكبر ودي جوج هي الأصغر. إذن إلا بغينا نقارنوا 100 نانومتر مع الميكرومتر، شكون هي الأكبر؟ الميكرومتر هي الأكبر. علاش؟ لأن الميكرومتر هي 10 أس ناقص 6، بينما النانومتر هي 10 أس ناقص 9. إذن هذه هي الأكبر، بما أن هذه الأكبر إذن هذه هي اللي نعتبروا دي واحد، و100 نانومتر هي اللي نعتبروها دي اثنان. دونك شنو غادي نديرو؟ خصنا نكتبو هادي على شكل كتابة علمية. إذا غناخدو دي واحد غنكتبوها على شكل كتابة علمية. إذا دي واحد تساوي 7 ميكرومتر. شنو هي 7 ميكرومتر؟ هي 7 في 10 أس ناقص 6 متر، لأن الميكرومتر هو 10 أس ناقص 6 متر. ثم عندنا النانومتر، إذا دي اثنان. دي اثنان شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 100 نانومتر. 100 نانومتر، هاد 100 نانومتر شنو هي؟ هي 100 في 10 أس ناقص 9 متر. علاش؟ لأن واحد نانومتر كما ذكرتو في أول في البداية ديال الفيديو، قلنا بأن واحد نانومتر كتساوي 10 أس ناقص 9 متر. إذا 100 في 10 أس ناقص 9 ما خصنيش نخليها هكا، خصني نكتبها كتابة علمية. باش نكتبها كتابة علمية خصني هاد 100 نحيدها، يكون رقم واحد هنا. إذا 100 شنو هي؟ 100 هي 10 أس 2، ياك؟ 100 هي 10 أس 2 في 10 أس ناقص 9 تساوي. دونك هادو خصنا نجمعوهم. الا ذكرتوا معايا في الرياضيات في الكتابه العلميه شنو شفتوا؟ شفتوا بانه الا كانت عندنا 10 اس ا في 10 اس بي شنو كنديروا؟ كنديروا 10 تساوي ا زائد بي، يعني ملي كيكون الجداء داك الاس كنجمعوهم. نفس الشيء هنا، اذا هنا عندي الجداء، اذا شنو غادي ندير؟ غنجمعهم. اذا هي 10 اس 2 زائد، اذا راه كاينه زائد ولكن ناقص 9. إذا زائد مع ناقص هي ناقص، إذا جوج ناقص 9 شنو غتكون كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 10 أس ناقص 7 متر. فوالا، إذا دابا كتبناها كتابة علمية، هي دي واحد هي 7 في 10 أس ناقص 6، دي جوج هي 10 أس ناقص 7 متر. إذا شنو غادي ندير؟ غنطبق هذه القاعدة هذه. إذا غندير دي واحد، دي واحد على دي اثنان، دي واحد على دي اثنان. دي واحد شنو قلنا هي؟ هي 7 في 10 أس ناقص 6 متر. ثم دي اثنان هي 10 أس ناقص 7 متر كتساوي. دونك 7 غتبقى لينا كما هي، لأن 7 مقسومة على واحد هي نفسها. ثم في 10 أس ناقص 6 على 10 أس ناقص 7 شنو كتساوي لينا؟ هنا ملي كيكون عندنا الكسر شنو كنديرو؟ كنديرو الجمع ديال الأس. إذا غتكون كتساوي لنا 10 أس ناقص 6، 10 أس ناقص 6 زائد 7. هاد الأس ملي كيكون سالب، ملي كيكون في المقام، شنو كنديرو؟ ملي كنطلعو الباص كيولي موجب. إذا شنو غتكون كتساوي لينا؟ 7 في 10 ناقص 6 زائد 7 شحال هي؟ هي 10 أس 1، بمعنى 10. إذا هادي هاد الكتابة هادي كتبناها على هاد الشكل 7 في 10. فهاد الحالة شنو كنقولو؟ كنقولو بأن هاد المقدارين، هاد قطر ديال الفيروس مع كرية الدم الحمراء، كيختلفوا بما مقداره رتبة قدر واحدة. علاش رتبة قدر واحدة؟ حيت عندي هنا غير 10، عندي 10 أس 1، واحد ما كنكتبوش. إذا رتبة قدر واحدة، كون كانت 10 أس 2 غنديرو غنقولو رتبة رتبتين جوج ديال الرتب ديال القدر، 10 أس 3 3 وهكذا إلى غير ذلك. إذا هذا هو المعنى ديال هاد ديال مقارنة مسافتين مختلفتين. دونك باش نبين لكم هذه الكتابة أكثر، إذا نجاوب على هذا المثال هذا. دونك باش نوضحوا أكثر، إذا درنا دي واحد على دي جوج هي 7 في 10 أس ناقص 6 على 10 أس ناقص 7، إذا قلنا هي 7 في 10. إذا وبالتالي نقول أن هذين البعدين يختلفان بما قيمته رتبة قدر واحدة. علاش؟ حيت عندي 10 أس 1 هنا، إذا رتبة قدر واحدة، كون كانت 10 أس 2 غنقولوا رتبتين وهكذا. إذا كنتمنى المثال أنه يكون واضح. غنمروا لآخر فقرة في هذا الجزء هذا، إذا محور سلم المسافات.
إذن لترتيب المسافات في الكون نستعمل سلما مدرجا بالأس 10 يسمى سلم المسافات، حيث تكون لهذه المسافات نفس الوحدة. إذن هذا السلم هذا إلى هنا الوحدة دياله هي المتر، إلى هنا في الآخر عندنا المتر، وهذا كيكون مدرج بالأس 10. إذن كاين عدة سلالم، كاين مثلا اللي كيمشي غير بواحد مثلا 10 أس ناقص 18، 10 أس ناقص 17، 10 أس ناقص 16 وهكذا، وكاين اللي كيمشي كينقص بثلاثة إلى غير ذلك، بحال دابا إلى شفتو هنا 10 أس 0، 10 أس 3، 10 أس 6. إذن ما كيهمناش هذا الشيء هذا. إذا هنا هذا السلم المسافات كنرتبوا فيه مجموعة من الرتب قدر، مثلا قدر ذرة الهيدروجين فهو تقريبا كيساوي 10 أس ناقص 8، يعني في هذا المكان هذا تقريبا 10 أس ناقص 8. عندنا مثلا طول الإنسان 10 أس 0، يعني ما عندوش رتبة قدر، يعني مثلا الطول ديال الإنسان فهو يتراوح يعني متر، يعني متر في 10 متر فقط، يعني ما عندوش رتبة قدر 10 أس 0، 10 أس 0 هي واحد. ثم ارتفاع الجبل تبقى تقريبا كاين في هذا المكان وهكذا إلى غير ذلك. عندنا مثال مثلا قطر كريات دم حمراء، هاد قطر كريات دم حمراء شحال هي؟ هي 7 في 10 أس ناقص 6 متر. هاد 7 في 10 أس ناقص 6 متر كما كتلاحظوا فهي مكتوبة على الشكل أ في 10 أس إن متر. إذا كما الى ذكرت معايا رتبه قدر شنو قلنا؟ قلنا كتكون 10 اس ان وقتاش؟ الى كانت ا صغر من 5، ثم كتكون 10 اس ان زائد 1 الى كانت ا اكبر من اكبر من او تساوي 5. اذا كنشوفوا هاد السبعه، هاد السبعه كيفاش دايره؟ اكبر من 5، وبالتالي رتبه قدر شنو غادي تكون؟ غتكون 10 اس ان، شنو هو ان هنا في هذه الحاله؟ هو ناقص 6 زائد 1، ناقص 6 زائد 1 هي 10 اس 5. اذا شنو غادي ندير؟ فين غنحط هاد كريات الدم الحمراء؟ غنقلب على فين كاين 10 اس 5. 10 اس 5 تقريبا غتجينا في هذا المكان، اذا هنا 10 اس 3، هنا غتكون 4، هنا 5. اذا هنا كنجيو كندير واحد السهم، كنديروا قطر كريات دم حمراء، قطر كريات دم حمراء، هذا هو المعنى ديالها. اذا كنوضعها في هذا السلم. غناخذ مثال اخر، شعاع الارض كيساوي 6.4 في 10 اس 6 متر، هاد 6.4 كيفاش دايره مع 5؟ اكبر من 5، وبالتالي رتبه قدر شنو غادي تكون؟ غتكون 10 اس ان زائد 1، ان هي 6 غنزيدوا ليها 1، اذا 6 زائد 1 هي 10 اس 7. اذا رتبه قدر ديال الشعاع ديال الارض هي 10 اس 7، غنقلب على 10 اس 7 فين غتجي في هذا السلم من المسافات. هنا عندي 10 اس 6، هنا تقريبا 10 اس 7، اذا هنا تقريبا تكون عندنا 10 اس 7، ثم هنا 10 اس 100، وهنا 9. اذا هنا في هذه الحاله، في هذه البلاصه هذه، غادي تكون يكون عندي شعاع الارض، شعاع الارض فوالا. اذا هذا هو الدور ديال هاد رتبه قدر. الهدف منها هو باش كنحددوا واحد واحد القطر ديال واحد الشيء معين فين كيتواجد في السلم ديال المسافات. اذا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الجزء هذا ويكون واضح. الى عندكم اي سؤال او اي استفسار ما تنساوش تخليوه لي في التعليقات اسفل الفيديو هذا. كنتمنى لكم التوفيق، الى اللقاء في الجزء الثاني ان شاء الله. دمتم في امان الله وحفظه.